معانا اتصال تاني. الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا نادية. تحياتي لحضرتك يا استاذة سماح ولأسرة البرنامج. ميرسي يا روحي، ربنا يعزك. ربنا يخليكي، بس اللي في حلمين بس لأختي. تحت أمرك. الله يخليك. أختي حلمت إن أنا كنت قاعدة معاها وكان في فار، وأنا قلت لها هو ده فار ولا برص؟ قالت لي ده فار، وبعدين حطت رجلها عليه وموتته، فعشته خالص، موتته. هو ده الحلم الاولاني حضرتك. تمام. اختك متزوجه؟ لا يا حد فني، يبقى انسه. انسه. ايوه كملي. اقول الحلم الثاني حضرتك؟ اتفضلي يا حبيبتي، تحت امرك. الله يخليك. الحلم الثاني حلمت برضه ان هي كانت واقفه في الشباك، وانا كنت واقفه معاها، وكانت المره بتنطف، وبعدين هي قالت حسبي الله ونعم الوكيل، وانتهى الحلم على كده حضرتك. شكرا. تمام، ميرسي على اتصالك يا حبيبتي، وتابعيني هفسر لك. اول ما نام هي انسه وشافت فار، واختها قالت انه برص، وهي موتته، البنوته موتته. طيب هنا التفسير هيبقى على الفار وعلى البرص، لان الاثنين اتنطقوا في المنام، واتنطق اسمهم. اولا الاثنين اعداء، الاثنين اشخاص سيئين جدا بيدخلوا البيت، بس في واحد فيهم عاوز يعمل مشكلة بين أصحاب البيت ده وبعضهم، يعني عاوز يعمل فتنة بين أهل البيت، فاحذروا من الموضوع ده. شخص سيء جدا، ده اللي هو البرص، شخص سيء جدا جدا، سيء في سمعته، سيء في أخلاقه، سيء في معاملاته، في كلامه، في كل حاجة، شخص غير سوي بالمرة. الشخص ده بيدخل بيتكو، وده لازم تقطعوا صلاتكم بيه. وطالما هي موتته في المنام، يبقى هو ان شاء الله كده الشخص ده يعني هيختفي. الفار في حاجه هتتسرق من عندكم، في سرقه هتحصل عندكم، وفي تلصص، في كلام بيتنقل. والله اعلى واعلم.